أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي سماحتكم في جماعة أنصار السنة المحمدية الموجودة في مصر والسودان، وهل تنصح بالانضمام إليهم؟ نعم، أنصار السنة المحمدية جماعة طيبة في الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإنكار الشرك وإنكار البدع، فأصلهم جيد، وإن كان قد يكون معهم من فيه بعض الأمور، لكن هم في الأصل والجملة طيبون، منهجهم طيب في عقيدتهم وفي دعوتهم وفي منهجهم. نعم.